بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مرة أخرى، معكم إبراهيم محمود مرسي في فيديو جديد في مشروع قاعدة بيانات مدرسة ببرنامج مايكروسوفت أكسس قواعد البيانات الداتابيز. الفيديو ده هنعمل فيه الشاشة الرئيسية، بس هي فورم للشاشة الرئيسية. هنروح على إنشاء وهعمل فورم نموذج فارغ، هيفتح لي النموذج بالطريقة ديت. هختار وضع التصميم و هسحب من هنا كده، هكبر شوية. انا بعد كده هعمل له فول سكرين اصلا. هعمل صورة كده، ولا خلينا نختارها احسن من الخصائص عشان يبقى كل حاجة من المكان بتاعها. من الخصائص انا عايز اعمل صورة خلفية، صورة خلفية. ادراج الصورة دي مش هيعمل صورة خلفية، ولكن احنا هنعمل صورة كخلفية. هروح لتنسيق وهختار صورة، اضغط على الثلاث نقاط دولت خلفيات اهو، نختار مثلا خلفيات فولدر ولتكن اي صورة. مثلا الصورة دي أنا بحبها، هروح على وضع الرسم ده، وأخليه تمدد، نحفظ النموذج ده، أنا عاوز أسميه هوم، أعمله حفظ، أسميه هوم أو الرئيسية. وافق. هروح تاني على وضع التصميم، أنا عايزه يكون منبثق و بيملى الشاشة. النموذج هخليه في غير ذلك، منبثق هخليه نعم. يعني ايه منبثق؟ تعال نحفظ كده ونشوف. منبثق يعني كده لوحده بعيد عن قاعدة البيانات، ده منبثق. مشروط اللي تحتها ان انا تعال نشوف في حاجة تحت منبثق اسمها مشروط، برضو مهم ان احنا نعرفها. مشروط خليها نعم، واحفظ، منبثق عرفنا ان هو كده فوق قاعدة البيانات. مشروط ان انا لما اروح بعيد عن عن النموذج واضغط خلاص هو لا يستجيب، هو ما فيش غير النموذج بس، الفورم ده بس هو اللي شغال. اي حاجة تانية يعني لو رحت افتح الجدول ما فيش، ده اللي هو مشروط. طيب ايه اللي في الركن ده اللي في الجنب ده اللي عليه سهم ده؟ انا عايز اشيله، ماشي. ده اسمه محدد السجلات. هنروح لوضع التصميم مرة اخرى واروح على حاجة اسمها محدد السجلات في التنسيق، محدد السجلات وخليه لا. لو كده عملت حفظ ومعاينة كده راح معاينة محدد السجلات. لو عايز تلغي الزراير ديت مفيش مشكلة، عايز تلغي الزراير اللي تحت مفيش مشكلة، دي كلها موجودة في وضع التصميم. طيب عاوزين ايه كمان؟ عاوزين نخليه فول سكرين بيملى الشاشة. فول سكرين نعملها ازاي؟ هروح على نموذج واروح على حدث، هستخدم حاجة عند التحميل اهوت، وهضغط على الثلاث نقاط دولت واختار منشئ الماكرو واضغط عليها موافق. انا كده الصفحة الرئيسية عند التحميل. ايه اللي هيحصل عند التحميل؟ هقول له ماكسمايز، في حاجة هنا اسمها ماكسمايز اهيت ماكسمايز. maximize window خلاص كده، واضغط حفظ واغلاق، عرض. ايه اللي حصل؟ maximize الشاشة خلاص بقت maximize. وممكن طبعا ان انا اضغط على ده اشتغل منه تاني، اعمل له تصغير من خلاص. ممكن اضغط ده كليك يمين واروح لوضع التصميم مرة اخرى.
كده انا عندي ده الشاشة الرئيسية، ده فورم الشاشة الرئيسية، ده اللي هنحط عليه البوتوم، الزراير اللي احنا هنضغط عليها او الازرار اللي هنضغط عليها وينتقل الى باقي النماذج، سواء كانت نماذج ادخال بيانات الطلبة او طالب جديد او فصل جديد او اي حاجة من دي، كل ده هنتعامل عليه من الشاشة الرئيسية. احد الاصدقاء الاعزاء بعت لنا ملف لسجلات التربية الرياضية، سجلات التربية الرياضية، ومصر ان احنا نعمله طبعا بقاعدة بيانات كده مهمة تنفع لكل مدارس الجمهورية، فاحنا طبعا هنحاول ان احنا برضو نضيفها في قاعدة البيانات بتاعتنا. هي فيها صفحة رئيسية وفيها كل التبوبات دي. تعال نشوف احنا ممكن نستفيد من الموضوع ده ازاي. انا بذكر ان الشغل اللي احنا بنعمله حاليا، الشغل اللي احنا بنعمله حاليا هو يعني تعليم للمعلومات العامة والقواعد الأساسية في برنامج المايكروسوفت اكسس. احنا مش بنشتغل مشروع متكامل ان هو يكون مشروع بس حضرتك تاخده كده على الجاهز، لا ابدا ابدا ابدا، احنا مش بنعمل كده. احنا بنحاول نشتغل خطوة بخطوة ومعلومة بمعلومة نشرحها بالراحة، على اساس ان حضرتك تفتح برضو ملف اكسس عند حضرتك وتشتغل عليه واحدة واحدة ونتعلم مع بعض، واذا كان في معلومة مش واضحة نتناقش فيها ونحاول نوصل للحل بتاعها. يعني ده كنماذج مبسطة لبعض المعلومات او المهارات. الناس اللي بتخاف من الاكسس ويقولك لا البرنامج ده صعب، طيب ماشي معانا خطوة بخطوة، ويعني انقل معانا خطواتك يعني ببساطة واحدة واحدة ونحاول نتعلم واحدة واحدة. احنا دلوقتي عملنا الشاشة الرئيسية، دلوقتي انا عاوز لما البرنامج يفتح يفتح على الشاشة الرئيسية دي، النموذج ده، الفورم ده، انا لسه ما عملتش اي من نماذج، خلاص ده اول نموذج اعمله. فهروح على الخيارات بتاعت الاكسس من هنا من الملف، واروح على خيارات، وهختار من خيارات ديت ان هو لما يفتح يفتح على الفورم اللي اسمه قاعدة البيانات الحالية هيت، ماشي، عرض نموذج يفتح على الفورم اللي هو الرئيسية. لو انت عندك اكتر من نموذج في قاعدة البيانات هنا هتلاقي النماذج كلها مدرجة هنا، لو هم يعني كتير خلاص هتلاقيهم هنا وتختار من حضرتك منهم. انا دلوقتي اخترت الرئيسية واضغط على موافق، طلعت لي رسالة يلي بإغلاق قاعدة البيانات الحالية ثم عدد فتحها ليصبح موافق. طبعا ما فيش أي مشكلة، هنعمل إغلاق وفتح لقاعدة البيانات. هل في طريقة تانية إن احنا نعمل إغلاق وفتح لقاعدة البيانات؟ أيوة، في ضغط قاعدة البيانات ديت بيعملها إغلاق وتطبيق لكل الخطوات اللي انت عملتها ويفتحها تاني. طب نحاول كده، انا ضغطت على ضغط واصلاح قاعدة البيانات، ايه اللي حصل؟ طبعا يعتبر ان هو عمل لها حاجة زي ريستارت كده بتاع جهاز الكمبيوتر، قفل قاعدة البيانات وفتحها تاني، ولما فتحها فتح على فورم الرئيسية، فتح على فورم الرئيسية. الفورم حاليا ما فيهوش غير الصورة بس، والصورة دي خلفية، خلفية لقاعدة البيانات، خلفية لقاعدة البيانات. كليك يمين وراح على طريقة عرض التصميم. احنا ممكن نلغي كليك يمين ده على فكرة، ماشي، ولكن انا مش عاوز الغيها دلوقتي، احنا شغالين عليها. هروح على التصميم ده وهعمل بوتوم صغير كده، هختار منه بوتوم واخليه كده باي تصميم بوتوم يعني زر، هختار منه البوتوم ده، هيكون وظيفته عمليات منوع تطبيق انهاء التطبيق، انهاء التطبيق. اختار منه صورة ولا اكتب كلمة؟ انا هختار نص وهكتب ماشي انهاء التطبيق، او اختار اغلاق قاعدة البيانات، اغلاق قاعدة البيانات. تمام، موافق، انهاء، اغلاق قاعدة البيانات. انا هكبر البوتوم شوية وهاخده تحت كده،
ماشي، وهحاول اعمل له تصميم باي تصميم اخر، تنسيق بنمط سريع كده، اي نمط كده وليكن ده مثلا او ده. ماشي، واكبر بس الخط شوية. اغلاق قاعدة البيانات، ده هيعمل ايه؟ هيعمل اغلاق لقاعدة البيانات مباشر كده. مباشر. تعالى نعمل حفظ ومعاينة، نشوف ايه الموضوع كده. الفورم فتح معايا فول سكرين، اغلاق قاعدة البيانات اهوت. لو ضغطت عليه خلاص عمل لي اغلاق لقاعدة البيانات، قفل قاعدة البيانات اللي كانت مفتوحة. نفتحها تاني، فتح طبعا على الفورم الرئيسي اللي هو الشاشة الرئيسية، وكاتب لي اغلاق قاعدة البيانات. انا هروح على وضع التصميم عشان طبعا مفيش غير ده. هعمل دلوقتي فورم لسجلات التربية الرياضية، فورم لسجلات التربية الرياضية، سجلات التربية الرياضية. ماشي، ونحاول نروح نفتح منه. هروح هنا اعمل انشاء فورم فارغ ايضا. ماشي، واروح على وضع التصميم، والفورم ده هسميه سجلات التربية الرياضية. موافق، وده برضه هعمل له صورة من تنسيق فورم. طبعا انا واقف هنا في تفصيل، اروح على فورم. طيب مفيش فورم هنا، اعمل ايه؟ اروح اضغط هنا كده، هنا في الركن ده دبل كليك، هيظهر لي الفورم والتنسيق بتاعه. هختار صورة، انا يهمني خلاص التنسيقات دي لانها يعني مهمة، يعني لجذب الانسان كده ان هو يتنقل في قاعدة البيانات بتنسيقات معقولة كده وكويسة. هروح على الديسكتوب، عندي خلفيات، اختار خلفيات فانتازيا من ديت مثلا، تكون اي حاجة انا مش عارف. في وضع الرسم في تمدد، وفي تمدد افقي وعرضي وتكبير وتصغير. التمدد ده معقول يكون في يعني مثلا سجلات التربية الرياضية. طبعا الصورة غير مناسبة ولكن ما فيش مشكلة، ده كان مزعج. النموذج داخل قاعدة البيانات اللي انا عايزه يبقى فوكا كده، بوب اب منبثق، وخليه مشروط كمان. ماشي، حفظ عرض النموذج كده معايا اهوت. طيب انا عاوز هنا اعمل زر يرجع للقاعدة، طبعا مفيش عرض التصميم. عايز اعمل زر يرجع ل يفتح الصفحة الرئيسية، يبقى عمليات النماذج، فتح نموذج، التالي السجلات التربية الرياضية، التالي، وهكتب عودة إلى صفحة السابق. احنا قلنا له افتح ايه؟ الرئيسية، هيفتح الرئيسية. ماشي، وهنا هكتب الرئيسية. موافق، انهاء، اخد له نمط سريع كده من هنا، نمط سريع وليكن ده مثلا، كبر الخط 22. هروح على الشاشة الرئيسية واعمل هناك زر وليكن ده مثلا، اكتب فيه سجلات التربية الرياضية، اضغط على كنترول، زر كنترول كده، واسحب ولكن من هنا. ايوه كده، كنترول. طيب ناخده كوبي
نسخ لصق ظهر معايا هنا او ده احطه هنا واكتب عليه سجلات التربية الرياضية وأعمله نمط بلون تاني تمام. ده أنا عايز لما أضغط عليه يفتح لي سجلات التربية الرياضية. يبقى هروح على حدث وعند النقر open form سجلات التربية الرياضية وعايزه يغلق close window الفورم الحالي اللي هو اسمه الرئيسية. مش هعمل مطالبة بالحفظ وهعمل حفظ وإغلاق. تعال نشوف كده الدنيا فيها ايه. تعال حتى نقفل قاعدة البيانات خالص ونفتحها من الأول. نعمل لها ضغط وإصلاح كأننا كده عملنا ريستارت لقاعدة البيانات. ظهر لي هنا سجلات التربية الرياضية وهنا إغلاق قاعدة البيانات. لو ضغطنا على سجلات التربية الرياضية فتح لي في مشكلة هنا. طيب مفيش مشكلة نحاول ان احنا نوصل ايه الخطأ. الخطأ ان انا عملت نسخ للزر وتقريبا هو الزر ده بيعمل اغلاق لقاعدة البيانات. عند التحميل الزر ده بيعمل ايه؟ بيعمل كويت اكسس. شفت ده لازم نشيله. انا يعني سعيد بالاخطاء ديت لانها بتعلمنا معلومات جديده. الخطا اللي عندنا ان كان الزر ده كان معمول له ان يقفل الاكسس الاول قبل اي حاجه. طيب تعالى بقى نشتغل تاني. ضغط كده بيعمل ريستارت لقاعده البيانات سجلات التربيه الرياضيه. لما نضغط عليها كده ايه اللي حصل؟ فتح لي الفورم بتاع سجلات التربيه الرياضيه اهوت ماشي. وبعدين لو رجعت للرئيسية تاني رجع للشاشة الرئيسية. لو ضغطت على إغلاق قاعدة البيانات تم إغلاق قاعدة البيانات. بس لو حضرتك لاحظت هتلاقي إن الفورم بتاع سجلات التربية الرياضية فضل مفتوح. إحنا المفروض نعمله مغلق. المفروض نعمله مغلق. تعالى نكفله أول ما يرجع للصفحة الرئيسية. هنكفله إزاي؟ إحنا هنروح لسجلات التربية الرياضية نعرضه في وضع التصميم ماشي. هنروح للبوتوم ده. لما اضغط عليه المفروض ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل بيفتح النموذج الفورم اللي هو بتاع الرئيسية اكيد. المشكله ديت الاسم اللي مكتوب ده اكيد عشان الاسم بتاع الرئيسيه مكتوب بالعربي. طيب احنا عايزين بعد كده يعمل ايه؟ يعمل كلوز لويندو اسمها نوعها فور. لا مش تقرير طبعا ده هي فور. واسم الكائن بتاعها اللي هو سجلات التربيه الرياضيه. تعال نعمل حفظ وإغلاق ونعمل ضبط وإصلاح لقاعدة البيانات تاني. بيقفل كل التابلز والفورمز ويفتح تاني سجلات التربية الرياضية. لما فتحنا عليها فتح سجلات التربية الرياضية هيت. لو ضغطنا على الرئيسية هيقفل النموذج بتاع سجلات التربية الرياضية ويفتح النموذج بتاع الشاشة الرئيسية. ولو ضغطنا على إغلاق قاعدة البيانات هيعمل إغلاق لقاعدة البيانات. نفتحها تاني. هو تدريب يعني فعشان كده يعني بنفتح كتير ونقفل كتير.
فتح لي على الشاشة الرئيسية، هنضغط كليك يمين ونروح على عرض التصميم عشان ندخل على القاعدة تاني. انا سجلات التربية الرياضية ديت اللي هو الفورم ده المفروض ان هو يعني مش مالي الشاشة. لو حضرتك عايزه يملى الشاشة زي الفورم بتاع الشاشة الرئيسية، ماشي، الشاشة الرئيسية هيت الفورم بتاعها فول سكرين ماكسمايز، ماشي. لو حضرتك عاوزه يكون الفورم ده برضه، لو عملنا له كده شوف هو مش فول سكرين. وطبعا في هنا محددات السجلات موجودة هيت والحاجات ديت. لو انت عايزه فول سكرين بتعمل له ايه؟ بتعمل له فول سكرين عادي زي ما عملنا الفورم اللي فات. تعال نعملها برضه كمان مرة علشان حضرتك تاخد بالك. هنروح على حدث للفورم، انا في الفورم دلوقتي، حدث عند التحميل اقول له خليك ماكسمايز، عند التحميل اعمل ايه؟ اعمل ماكسمايز، كليك كده وبعدين هلاقي هنا ماكسمايز ويندو وحفظ واغلق. انا شغال على الماكرو، ممكن اشتغل من الفي بي اي وممكن اشتغل من الماكرو وممكن اشتغل من الويزرد بتاع الفورم او كده، ماشي. حفظ اغلاق او عرض النموذج، ظهر لي النموذج ده ايه؟ ماكسمايز، تمام. اعمل كليك يمين او اروح للرئيسية من هنا، شغال اهوت. اروح لسجلات التربية الرياضية، شغال. انا بكل بساطة وسهولة. طيب انا فيه كده مشكلة، انا اي واحد يفتح قاعدة البيانات النهاردة المفروض ان هو هيدخل مباشرة على السجلات وعلى الرئيسية والكلام ده. انا عاوز ان مش اي حد يدخل لقاعدة البيانات دي. ان شاء الله هنعمل فيديو مستقل ازاي اعمل يوزر نيم كده وباسورد، بحيث ان ايه يكتب الباسورد بتاعته واليوزر نيم يدخل على قاعدة البيانات. ما كانش معاه باسورد يبقى خلاص ما يقدرش يدخل عليها. ده هنعملها ان شاء الله في فيديو قادم. النهاردة اتعلمنا ازاي نعمل فورم بسيط غير مرتبط بأي شيء اطلاقا، مش مرتبط بجداول، ما فيهوش بيانات هتدخل. هو كل الحكاية ان هو فورم لشاشة رئيسية هيتم من خلاله الدخول الى البرنامج كصفحة رئيسية هوم، صفحة رئيسية، وهنتنقل منها من شاشة الى شاشة ان شاء الله. في سجلات التربية الرياضية ديت، في الشاشة ديت، هنحاول ان احنا المرة القادمة ان شاء الله او اللي بعدها او كده في خطوات قادمة هنعمل ايه؟ هنعمل ازرار للتنقل، ازرار للتنقل والوصول الى السجلات اللي هي اللي احنا مطلوبة مننا، زي سجل البيانات الاساسية للطلاب، سجل الميزانية، سجل الفرق الرياضية، سجل الاحصاء والنشاط الداخلي وغيرها، ماشي. البيانات الاساسيه مثلا هيفتح لنا صفحه زي دي هتكون مرتبطه بتيبل بجدول، وهترتبط بعد كده بتقرير هيكون فيه اسماء الطلاب والرقم القومي والصف والكلام ده. هنعرف ازاي نربط النموذج او الفورم باكتر من طريقه بالتيبل بتاعه، بحيث ان احنا ندخل فيه البيانات ونستعلم منه ايضا عن البيانات ونعمل عليه تقرير. وواحده واحده ان شاء الله هنحاول ننتقل من خطوه الى خطوه. طبعا مشروع قاعدة بيانات المدرسة بصفة عامة ده مشروع عملاق، فيه يعني جوانب كثيرة جدا و يعني امكانيات كتيرة. هنحاول ان احنا ناخدها واحدة واحدة وخطوة خطوة. بنأكد تاني احنا مش بنقدم المعلومة علشان حضرتك تاخدها على الجاهز وتقول لي ابعت لي قاعدة البيانات جاهزة اشتغل عليها. لا، احنا مش بنقدم السمكة مباشرة حضرتك تاكلها، لا، احنا عاوزين مع بعض نحاول يعني نشتري خيط وصنارة وكده ونعمل اداة نصطاد بيها السمك واحدة واحدة، ونختار يعني نتطور، ولو في مشكلة قابلتنا نصبر عليها، نصبر عليها ونتعلم ونسأل ونناقش، واذا حاجة فاتتنا ما فيش مشكلة ابدا ان حضرتك تتابعنا وان حضرتك تقدم لنا النقد. يعني انا اسف ان الكلام يعني قد يكون يعني بطول في الكلام شوية، ولكن تأسيس وتأصيل المعلومة وتأصيل المبادئ اللي احنا بنشتغل عليها ده مهم جدا. ده اللي هنشتغل عليه.
كل مرة إن شاء الله هيكون في معلومة مفيدة للغاية في هذه البرامج والتطبيقات المختلفة، ولكن حضرتك مطلوب منك إن أنت تشتغل معانا فيها بإيدك، تفتح ملف أكسس وتحاول تطبق المعلومة اللي أنت سمعتها النهاردة أو شفتها النهاردة. يعني أشكر لكم حسن المتابعة، أدعوكم للاشتراك في القناة، وأدعوكم لمشاركة الفيديوهات والتعليق وترك أي تعليق أو ملحوظة، ولا تنسونا بدعوات بظاهر الغيب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.